أهلا بكم مرة تانية في سرايا عابدين محمد غباشي. يا رب دايما تكونوا بخير. في مثل مصري معروف بيقول إن الجميلة بحظ والوحشة بحظين، لكن البعض بيعتقد إن المثل ده دارج على الطبقة الفقيرة أو الطبقة المتوسطة بحكم إن الغنية ممكن يتعدل حظها، لكن أحب أقول لكم إن هي حتى لو غنية وحتى لو أميرة وحتى لو إمبراطورة ممكن تكون إمبراطورة منحسة وشها يقطع الخميرة من البيت. مش بس كده، ده ممكن وشها يقطع علاقات دبلوماسية كتير. الأميرة فوزية لقبت بأحد عشر السيدات المصرية الأكثر جمالاً في العالم، ووصفت بأحد أجمل نساء العالم. وصفها السفير البريطاني في مصر في الوقت ده إنها أجمل سيدات العالم، إلا إن لها وجه حزين جداً. الأميرة فوزية أحد أشهر أفراد أسرة الملك فؤاد، آخر عائلة ملكية حكمت مصر، وأخت الملك فاروق وبنت الملكة نازلي وأخت الأميرة فتحية والأميرة فوزية، إلا إنها كانت الأخت المقربة جدا والمحببة لقلب الملك فاروق، لدرجة إنه كان بيصطحبها معاه في الحفلات الرسمية، وكانت دايما بتكون موجودة جنبه في الصور في فترة ما قبل زواج الملك فاروق. وكان دايما الملك فاروق بينتدبها عنه رسميا في الحفلات الخيرية المقامة والحفلات الضخمة، ممثلة عن القصر الملكي. بدايتها تزوجت من ولي عهد إيران محمد رضا بهلوي سنة 1939، وتوجت رسمياً إمبراطورة لإيران بعد ما توج محمد رضا بهلوي إمبراطور لإيران سنة 1941. بعد زواجهم بست سنوات بتنشب خلافات كبيرة بينهم، وبتؤدي إلى الطلاق مرة في مصر سنة 1945 ومرة في طهران سنة 1948. وللأسف على إثر الخلافات الكبيرة دي بتقوم خلافات بين مصر وطهران، على أساسها بيتقطع العلاقات الدبلوماسية السياسية بين البلدين مصر وإيران. بترجع لمصر وبتتزوج من إسماعيل بيك شيرين أو العقيد إسماعيل بيك شيرين، اللي كان وزير الحربية في الوقت ده وآخر وزير حربية في الحقبة الملكية. وبعد ثورة 23 يوليو بتنتقل إلى مدينة الإسكندرية وبتعيش في سموحة، وبتخلف من إسماعيل بيك شيرين طفلين، نادية وحسين. وبتكبر نادية وبتدخل الجامعة الأمريكية، وفي أحد الحفلات بتتعرف على الفنان يوسف شعبان اللي بيعرض عليها الجواز، لكن هي قالت له باللفظ هفكر. وقتها بيستغرب الفنان يوسف شعبان من الشابة الجميلة اللي بترفض الممثل اللي بدأ نجمه يعلى في الوقت ده، إلا إنه بيكتشف إنها من العيلة المالكة وبيحرج جدا. لكن بعد ضغط شديد من نادية انها تتجوز من الممثل العظيم المشهور في الوقت ده يوسف شعبان، بتوافق الملكة فوزية والعقيد اسماعيل بيك شيرين بعد ضغط كبير من بنتهم، إلا إنهم دايما مش راضيين عن الجوازة دي. لكن في خلال الجواز بتخلف الأميرة نادية بنت، وبيسميها الفنان يوسف شعبان سيناء، على اسم أرضنا الغالية سيناء، وده لأنه دايما كان مقتنع إن العيلة المالكة هترجع تحكم مصر من تاني، ودايما كان في انتقادات موجهة للعيلة المالكة إنهم عائلة غريبة عن مصر، عيلة ألبانية جات حكمت مصر، إلا إنها غيرت كتير في مصر وعملت مصر أو نهضة مصر الحديثة، وده اللي مرضاش بيه الفنان يوسف شعبان، فأصر إنه يسمي بنتهم سيناء عشان يعرف المنتقدين إن حتى اسم بنتهم أقدم منهم بكتير جدا. لحد ما في أحد الأيام وهم بيقضوا الأجازة الصيفية في سويسرا وهم راجعين على الطيارة، بيفاجأ إن الأميرة نادية بتطلب منه الطلاق بسبب الضغط الشديد اللي وقع عليها، وبالفعل بيطلقها وبيظل يحبها حتى بعد الطلاق رغم انه اتجوز بعدها 3 مرات، الا انه يظل حبه للاميرة نادية هو الحب المؤثر في حياته، ولانه طلقها غصب عنه للاسف. اتمنى ما اكونش طولت عليكم، وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة. شكرا، اشوفكم على خير.